مرحبا، انا اليوم تشرفت بزيارتي لجورجيا. جربت الطائرة الشرائي، للأمانة تجربة جميلة، اتمنى انكم تزورونها وتستمتعون مثل ما استمتعنا. شكرا لكم. مرحبا، انا عبد الله، انا الان موجود في جورجيا. الأمانة جربنا الطيران الشرائي، كان جدا جميل، جدا آمن. أنا جربت الأمانة مع شخص اسمه أناتولي، شخص محترف في أقلاعه، في هبوطه، في توازنه مع الهواء، مع أن الهواء كان شوي مش معنا، بس الأمانة عرف شلون يتصرف ورجعنا زي ما كنا بسلام.